تنضم إلينا مراسلتنا رماح مفيد. رماح، يعني هل وصلت المفاوضات بين كحول لافان والليكود إلى طريق مسدود ونحن أقرب إلى حل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات؟ نعم مرسي. في حقيقة الأمر بعد أن ساد تفاؤل حذر وبسيط لمدة قصيرة في أن كحول لافان والليكود ذاهبين إلى اتفاق بأنه سيتم تأجيل هذه الانتخابات على الأقل حتى 31 من شهر ديسمبر، يبدو أن بيني غانتس في حزب كحول لافان واجه صعوبة في أن يجد إجماع وموافقة من قبل أعضاء حزبه على الشروط والاتفاقات التي كان قد توصل إلى اتفاق بينها وبين الليكود، واضطر إلى تغيير اتفاقه معهم مع حزب الليكود ووضع قائمة بثلاثة أو أربع مطالب مركزية لحزب الليكود، وقال بما أن الليكود يعني يطلب مطالب كثيرة على هذه القائمة إما أن يقبلها ونؤجل التصويت إلى على الميزانية العامة وبذلك ربما قد نتوصل لاتفاق لتأجيل الانتخابات أو أننا ذاهبون إلى انتخابات. هذا التغيير في موقف بيني غانتس يعني دعا حزب الليكود للخروج بأعضائه ومهاجمة بيني غانتس، وقال بأنه يعني يخضع لضغوط أبيني سينكورين وهو وزير القضاء من حزب الليكود وهو شخصية مؤثرة جدا أيضا في السياسة التي يتبعها بيني غانتس، وقال بأنه أيضا يخضع يعني بيني غانتس يخضع لضغوط أبيني سينكورين. المطالب التي قدمها مجد حزب كحول لافان لحزب الليكود أولها هو عدم الموافقة والمصادقة على التقليص من صلاحيات وزير القضاء الإسرائيلي أبيني سينكورين من حزب كحول لافان، وثانيا هو وضع نقاط للخروج وتنفيذ اتفاق التناوب بين بيني غانتس وبين رئيس حزب الليكود ورئيس الكنيسة الإسرائيلي رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إذن هذان المطلبان هما ما رفضه ويرفضه حزب الليكود الذي من الواضح أنه من خلال محاولات التوصل إلى اتفاق مع بيني غانتس حاول تقليص يعني صلاحيات القضاء وحاول أيضا إلزام وإجبار أبيني سينكورين في التراجع خطوة للخلف عندما طالب حزب الليكود من غانتس بأن يتم وضع يعني التعديل في طريقة اختيار القضاة للمحكمة العليا وبالسماح لأعضاء حزب الليكود في هذه اللجنة بأن يكونوا هم من يقرر في نهاية المطاف الأغلبية حق البيت وحق الاعتراض على تعيين بعض الوزراء. وإذ ما كان هناك خلاف داخل هذه اللجنة لجنة تعيين القضاء يذهب الأمر ويتاح فقط لوزير عفوا لبنيامين نتنياهو وبيني غانتس في التوصل أو إنهاء هذا الخلاف داخل اللجنة. إذا بنيامين نتنياهو رغم أنه يعني يفترض أن يوقع على اتفاق أو على يعني عريضة يعني يتنازل بها عن أحقية التدخل في شؤون القضاء، هو المتهم بثلاث قضايا فساد، نراه يعني يتدخل وبقوة ويضع ذلك شروط للتوصل لعدم الخروج لانتخابات ثالثة أو انتخابات رابعة عفوا في أقل من عامين. نحن يبدو أننا خصوصا أن هناك تمرد داخل حزب كحول لافان ويعني بيني غانتس يجد صعوبة في إجبار بعض أعضاء حزبه على التصويت لصالح قانون تأجيل التصويت على ميزانية عامة، فهو في نهاية المطاف يعني للحفاظ على حزبه فيما تبقى من حزبه طبعا يفضل الخروج إلى وعلى ما يبدو بأن الخلافات أسف على المقاطعة باقتضاب نعم هل تسمعيني؟ نعم باقتضاب رماح، يعني يبدو أن الخلافات داخل حزب كحول لافان بين بيني غانتس وباقي أعضاء حزبه أو يعني غالبية أعضاء حزبه، ويعني غانتس ينظر إلى استطلاعات الرأي ويرى بأنه يعني يختفي شيئا فشيئا في استطلاعات الرأي. برأيك لماذا يعني أعضاء حزب كحول لافان يتمسكون يعني في موقفهم على الرغم من استطلاعات الرأي؟ يعني دعنا نقول أن حزب كحول لافان ضحى في كل ثوابته، هو تخلى عن منتخبيه وقدم تنازل تلو الآخر. طبعا من قاد هذه قاد الحزب لهذه التنازلات كان بيني غانتس الذي انفصل عن حزب كحول لافان الكبير ومن عن يائير لابيد وتيلم. في نهاية المطاف الخروج لانتخابات هو الحفاظ على ماء الوجه، بما يعني أن أعضاء حزب كحول لافان لا يريدون الخروج
خروج أدلة ربما سياسيا أعني في هذه الجملة، وبأنهم يرون الخضوع مرة أخرى لبنيامين نتنياهو لن يكلفهم أو لن يخسرهم أكثر من أنهم في الحياة السياسية سيذكرون كحزب عابر، وأنه حزب مركز لم يحقق أي نجاحات، وبأن نتنياهو في ذكائه ودهائه السياسي تمكن من فكفكة هذا الحزب. إذن الخروج إلى انتخابات رابعة أو الدفع إلى خروج انتخابات هو محاولة لإثبات للمنتخبين على الأقل بأننا لدينا ثوابت خطوط حمراء، نحن نحاول أن لا نخرج إلى انتخابات لمصلحة الشعب وليس لمصلحة نتنياهو، ونحن من دينا في الخروج إلى هذه الانتخابات، رغم مجد أن استطلاعات الرأي يعني لا تشير أن هناك أمل كبير لحزب كحول لبان أو حتى الليكود بوجود ساعر في الساحة السياسية من جديد. ودعنا أن لا نهمل أهمية وجود ساعر في الساحة السياسية، بأن ربما التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق بين كحول ولبان والليكود هو لمنع ساعر من الدخول إلى الساحة السياسية أو الحلبة السياسية بحزب جديد تتوقع له استطلاعات الرأي أن يحصد الكثير من المقاعد، خصوصا أن هذه المقاعد يعني تؤخذ من حزب كحول لبان الذي خان منتخبيه، ومن حزب الليكود الذي بدأ هناك يعلو أصوات كثيرة تقول أننا نبحث عن قائد بديل لنتنياهو. نعم، وسنرى ما ستخبئ له لنا الساعات القادمة، خاصة بأن التصويت على الميزانية غدا. شكرا جزيلا لك مراسلتنا رماح مفيد، حدثنا من القدس، شكرا لك.